طيب الله اوقاتكم اينما كنتم. نشاط التاسعة من تلفزيون فلسطين نبدأها بالعناوين. بدء تساقط الثلوج على عدد من محافظات الوطن وتوقعات باستمرارها حتى مساء غد الجمعة. الشرطة تحذر المواطنين من الخروج بمركباتهم خلال المنخفض وتقرر فرض عقوبات على المخالفين. اعتبارا من عصر اليوم، حيث شهدت محافظات الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله تساقطا بدرجات متفاوتة للثلوج. أتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتساقط الثلوج مساء اليوم على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر، على أن تتساقط فوق المناطق التي تزيد عن 400 متر هذه الليلة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو يوسف أبو أسعد مدير